السلام عليكم يا جماعة، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين وبصحة وسلامة. اليوم المفتوح، وأنا ما كنت مشتري أي شيء، وصدف أنني معيش قاعد أسوق، والله مسكت معاه صور أنا أسوق، وصدف أنه أنا أفتح فيديو لليفتن شيت ولاقيهم بيأكلوا من مطعم اسمه لفة. فإحنا دحين هنروح مطعم لفة، والحمد لله مرة قريب من البيت، فخلصت دوام فهنروح مطعم لفة ونذوقه ونقول لكم رأينا. والحمد لله جبنا مطعم لفة، و والله يا جماعة لقيت عندهم أصناف مرة كثير، بس أنا والله نفسي اليوم يعني ما أخرب مرة، فقررت إن أنا يعني ما أطلب أشياء مرة كثير، يعني وما أطلب حلا وما أطلب أشياء كثير الصراحة. ما علينا، المهم من مطعم لفة يا جماعة، هو مطعم شاورما، سووا أكبر شاورما في الشرق الأوسط، 300 كيلو تقريبا. هنبدأ بمطعم لفة، ودائما أنا أحب أبدأ بالمقبلات. طبعا أنا رحت فرع اللي طلع قريب من البيت، طلع تيك أواي، ما في ريداينين، فهاكل في السيارة عشان أبغاها مرة حار. هنبدأ بالمقبلات. أول مقبلة معانا وهي مقبلة الأصابع الموتزاريلا، من كتر ما هي كرنشي شكلها مو راضية تنقطع نصين بسهولة، ما في اي عضل. واوبا يوزع واحد اثنين اوب، بسم الله. معين ماسك ده طول الاسبوع والله، يعني تعذروني والله، الصراحة انا تعبان، نفسيتي تعبانة. نفسيتي بتتعب والله. لا داعي للكلام. هقول ايه امر لله، منك لله يا دايت. الموتزاريلا ستيكس 8/10، كرانشي تمط الجبن، بس في نكهة مرة حلوة كده حطيناها، بس حطين منها مرة قليل، هذا هو اللي خلاني اديها 8/10 الصراحة. لو كانوا كتروها شوية كانت ممكن تاخد 10، وهذا رأيي الشخصي في الأول والأخير. طيب يا جماعة، نخش على الأشياء اللي احنا نعرفها الطبيعية. شاورما ابن الأصول، يعني لما تبقى كده ابن حلال وتبقى كده محترم وابن حلال وابن ناس، يجي ابن الأصول يجي معاه ايه؟ بنت الأصول. مش عارف الزرافة دي هتوديني في داهية والله، معلش. طيب ابن الأصول يا جماعة هو عبارة عن لحم توقع. ايوه، اوه والله ريحته فنانة، بسم الله. اسمع، لا تسمع، استنى. والله بلا داعي بلا كلام فاضي يا جماعة، روحوا اللفة. للآن الوضع تمام، الشاورما اللحم دي حلوة، هقول لكم الشيء اللي عجبني فيها، بس في نفس الوقت أحس إنه مو صح. أنا أحب البصل وأروح في وجه كل الناس، تمام؟ هنا حاطين البصل فمرة عاجبني. وعندهم نوعين صوص حراق، الحراق العادي والسيراتشا، هنا حط لي سيراتشا. يفوز. هو حط لي توم أو طحينة، في كلتا الحالتين طعمها مو واضح، بس والله ما تحتاج. انا شفته بيحط لي شيء ابيض، فنانة
والله ابن الاصول طلع ابن حلال. اما نشوف بنت الاصول بقى، هتطلع بنت حلال ولا مش هتطلع بنت حلال؟ عشان الدايت وكده. بنت الاصول الباكجينج خرافي، الباكجينج شوفوا كيف خرافي. بنت الاصول يا جماعه هي دجاج، اوكي اوكي، نفس الشكل حق ال نفس الشكل نفس اللون، بس صدقوني الريحه مختلفه تماما تماما تماما. بسم الله، والله 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 مو عشان عبد الرحمن ولا علن وزي كذا، اقسم بالله طعم هو بالضبط هذه الشاورما بالذات فكرتني بالشاورما ايام ما كانت بثلاثة ريال. طماطم وكزبرة والشاورما كده محروقة. والله انا ماني عارف نكهة الصوص هذه فين، يعني ماني داي شيء غريب. نكهتها خفيفة شوية بس والله مرة لذيذة والشكل خرافي. نيجا ديم 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 ديم. مين 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 حضر الشاورما بثلاثة أربعة ريال؟ والله أيام الشاورما كان في محل يسوي بريالين ومحل يسوي بثلاثة ريال. أنا مرة قديم والله، أنا عجزت يا جماعة. والله طعم نفس النكهة القديمة بالضبط بالملي، ممكن بسبب الكزبرة وكمان الدجاج المحروق. يوريوهوي عشرة وربي طعم شاورما أيام زمان، المفروض يسميها شاورما أيام زمان، أيام ما كنت أحط راسي على المخدة أنام. طيب نروح لهذا الشيء، وهذا هو الاختراع، هو كون الشاورما. في تحت حاطين بطاطس جنبها، بطاطس مرة عادية، بطاطس جدا عادية ما فيها أي شيء مميز. دحين هذا الكون أنا سألته قلت له هذا عيش بس أنتم مسمينه على شكل كون؟ قال لي لا هذا وفل. السؤال هو، السؤال هو كيف يتاكل؟ والله العظيم ما اعرف كيف يتاكل. المفروض اكله مثلا، هو مديني معاه شوكه، هل اكل بالشوكه هذه ولا ايش؟ يعني هنستكشف هنستكشف. بسم الله ماني قادر والله. اوه اوه في دبس رمان، واو بسم الله. في دبس رمان. تاكل شاورما كده يعني؟ والله الصراحة ما أدري كيف تاكل. حاطين بطاطس وشاورما وفوق في كرنشي وحاطين توم من الأجناب عشان توصلك مع كل لقمة. بس دقيقة، الوافل هذا حلو. طيب تقريبا ان ما خاب ظني الوافل ده حالي، ما هو مر وحلاب مره خفيف بس واضح يعني. لذيذ يعني، ما غريب بس ما هو سيء، هو غريب بس ما هو سيء. لا نهائيا مو سيء، غريب. ايش في جوا؟ يا جيعان هو طعم، بس هو يعني هو طعم، بس الكون ده غريب. اوكي فاضي من جوا، في كم حبة بطاطس يعني شيء تقدروا تجربوه. يعني مو هو سيء، تقدر تجربه.
مفروض يحطوا تحت شوكليت عشان يكون زي الايس كريم. ايش حاطين تحت في الاخير؟ توم حار. المفروض يحطوه في البداية. نهائيا نهائيا مو وحش، حلو. ما هو سيء ابدا. نروح على المنتج الاخير اللي معانا اليوم وهو الكفتة. يعني انا صراحة طلبت الكفتة لانه محل شاورما متخصص بالشاورما، ليش هيبيع كفتة؟ فلننظر معا الى هذه الكفتة اكثر عيش، ما ادري ليه. هذه الكفتة اوكي، ريحتها مرة حلوة، مرة الكفتة ريحتها حلوة. فنقول بسم الله. هم عرفوا نقطة ضعفي في موضوع الطحين البصل. والله شوفوا يا جماعة، الكفتة هي الوحيدة اللي ما عجبتني الصراحة. العيش زيادة، طعم الكفتة مو واضح أو واضح شوية، والعيش مرة كثير. ما في مخلل، ما في شيء بارز بيبرز طعم الكفتة. ما هي سيئة بس ما هي حلوة يعني. 5. نحن كيف اشرح لكم؟ الكفتة مو طالع طعمها والله. انا زعلان انه في شيء ما عجبني. ما شاء الله ما شاء الله، ما في ولا حاجة كانت سيئة. انا خلصتها كلها يعني الى الموتزاريلا ستيكس، باقي حبتين. ما شاء الله ولا واحدة كانت سيئة. واو، المحل ده يفوز، المحل ده يفوز. حلو، لا 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 من جد، المطعم جيد مرة جيد. وابن الحلال وبنت الحلال يعني لازم تجمعوهم مع بعض وتشتروهم هما الاثنين وتدوقوهم. هتكونوا جمعتوا اصلا بالحلال. المهم يا جماعة، وهنا تنتهي وجبتنا المفتوحة، وهنا ينتهي اليوم الجميل، ونبدأ بكرة دايت. الله ينتقم منك يا شيخ. يعطيكم العافية يا جماعة، إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة. لا تنسوا تسووا لي لايك وشير وسبسكرايب، وأهم شيء اللايك يعني، واكتبوا لي كومنت كده لطيف، والسبسكرايب كده، وتفعل جرس التنبيهات عشان أول ما أنزل مقطع جديد تتفرج عليه وتسوي لي لايك كده، وأنا أتحمس وأخش وأنزل أصور وهوب. تمام؟ ويعني انشروها لو يعني الحلقة عجبتكم، وأنا والله بتعب جدا خالص والله، وهعيط، ويعني لازم تدعموني وكذا. يعطيكم العافية يا جماعة، كان معاكم ميدو، في أمان الله، السلام عليكم.